وبالتحديد متابعي برنامج في رحاب الشجر. نلتقي أنا وإياكم في حلقة جديدة بأسئلة منوعة. خلينا نشوف معلومات المشاركين وأكيد مستمرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك، الله يسلمك. عرفني عن حضرتك. أنا سلام، سلام شبوط. أهلا وسهلا بيك. من بغداد حي جهاد. أهلا وسهلا بيك. تسلمين، الله يسلمك. تمام. أسئلة إن شاء الله تكون بسيطة. إن شاء الله. سلام الله عليه أبو الحق. الحمد لله. الحمد لله زين. الحمد لله. تمام. جاهز؟ تفضل خليل ما يكمل. ماشي. تمام. إذا السؤال يقول كم كان عمر الإمام الحسين عليه السلام عند استشهاده؟ عندنا خيارات، أقول الخيارات إلى كل المشاهدين وراها تجاوب الإجابة الصحيحة. ماشي. أوكي. خيارات هي 60 سنة، 58 سنة، 56 سنة. والله. إجابة والله معلومات يعني الأكيد الأكيد أنا متأكد يعني 58 سنة. عن 58 سنة. إن شاء الله، إن شاء الله متأكد. أنا كل عشرة إيدك إجابتك صحيحة، والجواب الصحيح هو فعلًا 58 سنة كان عمر الإمام الحسين عليه السلام عند استشهاده. لكن إحنا راح نستثمر وجودك وياني. نسألك سؤال آخر. أوكي. تمام موافق؟ إن شاء الله. حنأخذ من وقتك. لا أوكي. موافق. شكرًا جزيلًا. حلو بيك. راح أروحنا وياكم مشاهدينا عندي سؤال آخر. بهاي المشاركة والسؤال يقول من هو الإمام المسمى بالسجاد؟ عليه السلام. سلام. أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام مسمى بالسجاد. نعم. أيضا عندنا خيارات. والخيارات تقول محمد بن الحسن عليه السلام، لو عبد الله بن الحسين عليه السلام، لو علي بن الحسين عليه السلام. الإمام علي بن الحسين عليه السلام. الإمام السجاد سلام الله عليه. متأكد؟ نعم متأكد. ثبت على هاي الإجابة؟ ثابت إن شاء الله. إذا المشاهدين المشترك سلام هنا ويانا جاوب الإجابة الصحيحة للمرة الثانية على أسئلتنا، والإمام السجاد هو الإمام علي ابن الإمام الحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام، هو الإمام الملقب والمسمى بالسجاد عليه السلام. إحنا شاكرين جدا لوجودك ويانا. منورتون. أنت منورتون. شنو تحب تقول لهاي المناسبة؟ شنو تحب تقول للبرنامج؟ قلت الكلام. يعني برنامج راقي، برنامج حلو، وأنا أشكركم جدا، وتحياتي للجميع اللي راح يشاهدون واللي يسمعون. شكرا جزيلا. حضرتك نورتني. نورتني. لازلنا متواصلين ومستمرين وياكم أحبتي مشاهدي برنامج في رحاب الشجر. عندنا مشاركين جدد راح نتعرف عليهم سوا. احنا عندنا بنوتة صغيرة وأبوها، هم أن هي بنوتة وبنية وذا ليديز فيرست، فأنا حبدأ بيها بأول شيء نتعرف عليها سوا. مرحبا. سلام. شونت؟ زينة الحمد لله. ايه شنو اسمك؟ إيناس. شونت إيناس؟ زينة؟ زينة الحمد لله. انت بالمدرسة؟ ايه. تمام. صف ثالث. صف ثالث؟ إيه؟ حبيبتي، شو معنى اسمك؟ تعرفين شو معنى اسمك؟ إيه؟ شنو معنى؟ مؤنس. المؤنسة؟ حبيبتي، بابا قال لنا أنت مؤنسة أبوه، صحيح؟ إيه؟ يعني
الله يحفظك بابا ويحفظك إليه. وشنو هاي اللفة؟ شنو الستايل الحلو اللي أنا سويته؟ حبيبتي طبعا هنا خلف الكادر خلف الكواليس يقولها أنت حصلين مصممة أزياء، وهي ما شاء الله يعني بنية كلش لبقة ومبدعة، والله يحفظها يا ربي. خليني أتعرف على بابا. تمام مرحبا. السلام عليكم. إن شاء الله تكون بخير. تفضل خلي المايك يمك، عرفني عن حضرتك. اسمي عدنان أبو نور. أهلا. الله يحفظكم. الله يسلمك. حضرتك نورتنا. الله يسلمكم. ممنونين. والنوسة منورتنا. الله يخليكم. وإحنا هاي مشاركة حتكون مميزة بالبرنامج. أهلا وسهلا. إن شاء الله خدمتكم. أبو نور مو قلت لك بلي. نعم. أبو نور تحبين نبلش إحنا في أسئلة البرنامج؟ إن شاء الله خدمتكم. شلون معلوماتك؟ يعني إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله جينا. إن شاء الله أسئلتنا تكون بسيطة وكل إجاباتك موفقة. إن شاء الله خدمتكم. طبعا إيناس انتبهوا ويانا، إحنا هم حنسألك إلك هم. تمام؟ أوكي. أوكي. إذن راح نبدأ وياكم مشاهدينا، إحنا وياكم وأبو نور وأنو سهنا، راح نبدأ بأسئلة الحلقة لهذا اليوم. راح نبدأ بالسؤال اللي يقول، حنختار سؤال يعني شوية سهل حتى تقدرين تجاوبي إذا تعرفينه. تمام؟ أوكي. أوكي. انتبهوا وياي على حتى تسمعين السؤال، وإذا ما سمعتي أرجع أعيد لك إياه. متفقين؟ أوكي. تمام. مشاهدينا راح نروح بسؤال يكون سهل، إن شاء الله يكون سهل على إيناس حتى هي تجاوب وتشارك بالإجابة ويانا. والسؤال يقول، من هو الإمام الملقب بالسقاء؟ الإمام الملقب بالسقاء. عندنا خيارات، عندنا خيارات، خلي أقولكم إياها. سمعت السؤال؟ إمام الملقب بالسقاء. الخيارات هي الإمام الباقر عليه السلام، لو الإمام السجاد عليه السلام، لو أبو الفضل العباس عليه السلام. إمام فضل العباس. أبو الفضل العباس عليه السلام. أنتي متأكدين من الجواب؟ إيه. حبيبتي عم شنو تقول؟ نعم. حضرتك شنو تقول؟ أبو الفضل العباس. أبو الفضل العباس. هم أنتم مكتبتون على هاي الإجابة؟ زين. مشاهدينا هنا أنا إيناس وأبو إيناس اثنينهم جاوبوا بالإجابة اللي تقول أبو الفضل عباس عليه السلام هو الإمام الملقب بالسقاء، وهي الإجابة اللي فعلا صحيحة. أنت عاشت إيديكم وإيناس عاشت إيدك. بالعافية حبيبتي. أنت قلبي. زين، تحبون ننتقل لسؤال آخر؟ تفضل. اوكي. مشاهدينا راح ننتقل، وما راح نعرف إيناس أبو إيناس الحالي في هذا السؤال، حننتقل لسؤال آخر. والسؤال يقول، من هو لا خلينا نروح للسؤال اللي يقول نعم، من هو الإمام المسمى بالسجاد عليه السلام؟ سؤال يقول، من هو الإمام الملقب بالسجاد عليه السلام؟ أيضا عندنا خيارات. لا لحظة، عندنا خيارات. مشاهدينا الخيارات هي محمد بن الحسن عليه السلام، لو عبد الله بن الحسين عليه السلام، لو علي بن الحسين عليه السلام. شو تقولين إيناس؟ لو خلي بابا يقول أول شيء، خلي بابا يجاوب. علي بن الحسين. سلام. علي بن الحسين عليه السلام. شنو تقولين؟ نفس إجابة بابا لو تغيرين؟ لا، نفس إجابة بابا، علي بن الإمام الحسين عليه السلام. أوكي. زين. مش أكيدين من إجابتكم؟ نعم. ما يدعى عليك هاي المعلومة. نعم. أكيد طبعاً. مشاهدينا المشاركين هنا جاوبوا أيضا إجابة صحيحة، وقالوا إن الإمام الذي يلقب بالسجاد هو الإمام علي بن الإمام الحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام. أنتوا يعني صاحب سجدات الطويلة. صحيح. صاحب صحيفة السجادية. صحيح. أول معروف بمريض كربلاء. صحيح. حضرتك نورتنا. الله يسلمك. وشكرا. شرفنا. شرفنا بكم. الله يسلمك. احنا ممنونين من عندكم. الله يسلمك. احكي لي شنو تحب تقول برسالة، أو شنو تحب توجه للبرنامج، شنو تحب تحكي للتحب. أنا أولا أتشكر من برنامجكم، وإن شاء الله إن شاء الله نكون من خدام زوار الإمام الحسين عليه السلام، اللي هي أعظم زيارة للحسين. الله يتقبل منكم إن شاء الله. خلينا نسأل أنوسة. إيناس عندك مشاركة تحبين تقدميها؟ حاب. يلا تمام. عندك شيء؟ يلا تفضل. ما عندي. ما عندك؟ زين. تحبين تقولي لنا شيء؟ إي. يلا. أنا أحب برنامجكم. أحب هنا. حبيبتي تنورتينا. شكرا لمشاركتك. شكرا جزيلا. الله يوفقك يا رب. مع السلامه.
لازلنا مستمرين ومتواصلين وياكم أحبتي مشاهدي برنامج في رحاب الشجن، ويانا مشارك آخر خلينا نتعرف عليه سوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ تمام بخير. إذا أنتم تفضل خلي المايك يمك وعرفني عن نفسك. اسمي حسين، لقبي أبو سكينة، من بغداد. سهل. على راسي. انت نورك. تحب نبلش وياك بس انت؟ اوكي بلشي. تمام جاهز؟ شو هنا معلوماتك؟ قلت لها بلش فول. ان شاء الله. لا فول مع الاسف عليك. ان شاء الله تكون معلوماتك جيده. ذكي انا غير ذكي. وكل جوتك صحيحه يا حسين. ان شاء الله. اذا مشاهدينا راح ننتقل احنا وياكم حسين لاسئله حلقتنا لهذا اليوم. راح نبدي وياه باحد الاسئله من اسئله حلقتنا، والسؤال يقول في اي يوم من شهر، ما اريد المايك خليه لك، شكرا عندي لك مايك. اذا مشاهدينا السؤال يقول في اي يوم من ايام شهر شعبان ولد العباس عليه السلام؟ الخيارات هي 3 شعبان، لو 4 شعبان، لو 5 شعبان. جواب يمك تحب اعيد لك السؤال؟ 4 شعبان. 4 شعبان. ثبت على هالاجابه؟ ثبت. متأكد؟ أكيد. مشاهدينا أحسن جواب الإجابة اللي تقول 4 شعبان هو اليوم الذي ولد فيه الإمام أبو الفضل عباس عليه السلام. وإحنا راح نقول يا أحسن إجابتك صحيحة وموافقة. بس شنو؟ راح نرجع أسألك سؤال ثاني. سؤال ثاني؟ إي نعم سؤال ثاني. تمام؟ تمام. جاهز؟ جاهز. إن شاء الله جزء من الإجابة صحيح مثل هاي الإجابة. يمكن. لا إن شاء الله. إن شاء الله. الإجابة صحيحة. إن شاء الله. مشاهدينا راح ننتقل احنا وياكم وحسين بسؤال اخر، والسؤال يقول اين يقع الان المكان اللي دارت عليه معركة الطف حاليا بالوقت الحالي؟ يعني من صارت معركة الطف سنة 61 للهجرة، اي حاليا شنو المكان اللي موجود؟ هو اكيد بكربلاء، بس وين بالضبط؟ عندنا خيارات. تمام. الخيارات هي قرب ضريح الامام الحسين عليه السلام، لو بين الضريحين المقدسين، لو قرب ضريح الامام العباس عليه السلام. حاليا وين المكان اللي دارت به معركه الطف؟ يم ضريح الامام الحسين عليه السلام، لو بين الضريحين، لو يم ضريح ابو الفضل العباس عليه السلام. اعتقد يم ضريح ابو الفضل العباس بين الحرمين. بين الحرمين بين الحرمين اللي هو بين الضريحين، بين ضريح الامام الحسين بين وضريح ابو الفضل العباس عليه السلام. ثبت على هاي الاجابه. هي ثبت. متاكد من معلومتك؟ ايه. تمام؟ ايه ثبت. مشاهدينا حسين ثبت على الاجابه اللي تقول المكان اللي دارت به معركه الطف يقع حاليا بين الضريحين المقدسين، ضريح ابو الفضل العباس عليه السلام وضريح الامام الحسين عليه السلام. واحنا راح نقول له ايضا اجابتك صحيحه يا حسين، والاجابه الثانيه كانت موفقه همينه. اشكرك. وعاشت ايدك. اشكرك. واحنا ممنونين مشاركتك. اشكرك. شنو تحب تقول للبرنامج؟ شنو تحب تقول هاي المناسبه لك مطلق الحريه بالكلام؟ الصراحه احلى برنامج ارتقيت فيه حاليا، وثاني شيء اغلب البرامج ما يسالون هيك اسئله في يعني بالمولات، فاحب اشكر هاي القناه لان جاي تسال اسئله كلش حلوه تخص يعني العالم، وشي حلو هذا السؤالات اصلا. هذا هدف البرنامج انه نحاول على قدر الامكان انه نقل هاي المعلومات للناس بصورة عامة، يعني مش بس مكان معين. فكرة. احنا بدينا بأماكن مقدسة وحبينا ننتقل للأماكن العامة أيضا، سواء مول أو بأي مكان ممكن تتواجد به الناس، احنا ننقل لهم هاي المعلومات حتى انه يستفادون من هاي المعلومات. يعني تعرف احنا خاصة جيلنا احنا كشباب ايش قد عندنا كم هائل من المعلومات، ايش قد ندور بالنت ونصفح ونقرأ. بس ما ندور هيك اشياء بس بالضبط، يعني ما نروح على هاي المواضيع تحديدا ونستكشف ونعرف عنها اكثر. صح. فاحنا حبينا ان احنا نوصل المعلومه حتى لو مشاركينا مثلا يجاوبون اجابه خاطئه، بس هي حتبقى طالبه من الاجابه. صحيح. اهم شيء يعرفون المعلومه. حتى خاف يلتقون بلقاء ثاني او برنامج ثاني يسالون نفس السؤال حتى يجاوبون الصراحه. صحيح. وحتى بالحياه العامه مو شرط برنامج، يعني هي تعتبر ثقافه، يعني خاصه احنا كمسلمين ويعني هي ثقافه من ديننا نفسه، وبالاضافه الى هذا مو بس حتى المسلمين، هو الحسين عليه السلام قضيه لكل العالم وكل البشريه، يعني هو طلع من اجل حريه الانسان، ما حدد يعني طائفه معينه او دين معين او يعني جهه معينه، حدد كل البشر للانسان.
إنسانية فقط يعني وراد كرامة الإنسان بصراحة. أكيد أكيد. فدورنا إحنا المفروض نعرف هاي القضية إيش قد مهمة ونحكي بيها. صحيح صحيح يا حسين. ربي يحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. يحفظ قناتكم إن شاء الله. يعني ما ايش اقول قليل بالنسبه لي. يوفقك ان شاء الله. وشكرا جزيلا لمشاركتك نورتنا. شكرا. وعليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. الحمد لله. تفضل المايك يمك وعرفني عن حضرتك. مصطفى الدلادوحي. من وين يا مصطفى؟ من بغداد. اهلا وسهلا بيك مصطفى، نورتنا. يا قلبك. وشنو معلوماتك؟ زينة. فهمت فكرة البرنامج؟ فهمت. أسئلة إن شاء الله تكون بسيطة؟ إن شاء الله. تحب ننتقل بالأسئلة مباشرة ولا تحب تسولف لي انت بعائلتك بين اهلك خلال شهر محرم وحرام ايام عاشوراء وحتى فتره الاربعين؟ يعني تعرف وين هو طبخ وكذا، يعني الوالده يسوون ملايه وكذا، تسوون مجالس خصوصيه. طبعا هاي الشعائر. طبعا طبعا. الله يتقبل منكم ان شاء الله. هاي كل سنه انتم تسوون؟ كل سنه، ابد ما نفوت سنه ما شاء الله. الله يتقبل منكم ان شاء الله. خلينا نجي بأسئلة الحلقة لهذا اليوم. تمام. شوف معلوماتك شلون هي. تمام متفقين؟ إذن مشاهدينا راح ننتقل إحنا معكم ومصطفى لأسئلتنا لهذا اليوم. راح نسأله سؤال إن شاء الله يكون بسيط إله ويعرف يجاوبه ونشوف معلوماته دي. السؤال يقول: من هو أول من رمى سهما على خيام الإمام الحسين عليه السلام؟ سؤال: أول شخص رمى السهم على خيام الإمام الحسين عليه السلام. عندنا خيارات. تمام. خلينا نقول الخيارات وياكم مشاهدينا حتى يعرفوا مصطفى بعدها يجاوب. الخيارات هي شمر بن ذي الجوشن، لو المهلل الكوفي، لو عمر بن سعد. إجابة يمك يا أعيدك الخيارات. شمر بن ذي الجوشن، لو المهلل الكوفي، لو عمر بن سعد. عمر بن سعد. عمر بن سعد. تأكد من جواب. تأكد. أوكي. مشاهدينا مصطفى جاوب الجواب اللي يقول عمر بن سعد هو أول من رمى سهما على خيام الإمام الحسين عليه السلام. إحنا راح نقول له عاشت إيدك يا مصطفى، إجابتك صحيحة وموفقة. تحب نسألك سؤال ثاني يكون شوية أبسط؟ كيفك. تمام. تمام. السؤال يقول مشاهدينا راح ننتقل احنا وياكم ومصطفى سؤال لسؤال اخر. السؤال يقول: كم يوم استمرت معركة الطف؟ كم يوم استمرت معركة الطف؟ عندنا خيارات. الخيارات هي يوم واحد، لو يومان، لو ثلاثة ايام. الخيارات هي يوم، لو يومين، لو ثلاثة يوم. الايام اللي استمرت بها معركة الطف كم يوم استمرت معركة الطف؟ يوم، لو يومين، لو ثلاث ايام. ثلاث ايام. ثلاث ايام. زين ليش مو واثق باجابتك؟ متأكد من جوابك؟ ثلاث ايام. زين اوكي قول ثلاث ايام. تردد ليش؟ مو لا تعتقد الجواب يعني غير هذا. هو هذا يعني جوز يطلع مو هو. هو فعلا الفكرة وين انه حتى اذا طلع الجواب مو صحيح اهم شيء انه المعلومة تمر عليك، يعني سواء جاوبت صح او ما جاوبت انت هي مشاركتك بحدها كافية. بس احنا شنو راح نقول لك مشاهدينا؟ نقول لمصطفى اجابتك صحيحة، ثلاث ايام هي مدة المعركة اللي صارت معركة الطف، استمرت لمدة ثلاث ايام. فعاشت ايدك يا مصطفى وانت نورتنا. إجاباتك موفقة وصحيحة. جيد الشحن الله يبارك. تمام. أنت ليش حسك متوتر؟ لا خايف من الكاميرا؟ لا لا بالعكس. ترى الكاميرا صديقتك. لا بالعكس. صديقتك وصديقتنا كلنا. بالعكس. تمام. شو تحب تقول نهاية البرنامج؟ نهاية هاي المشاركة شو تحب تقول للبرنامج؟ وكيفك؟ شو تحب تقدم؟ المايك إليك. برنامج بالتوفيق إن شاء الله وأتمنى لكم كل الخير. رحم الله رضيكم. شكرا. ما عندك مشاركة حافظ شعرت أي شيء؟ لا. شكرا جزيلا مشاركتك، نورتنا.
الثاني يحب يشارك ويانا، خليني اتعرف عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك؟ ان شاء الله بخير. تفضل خلي المايك يمك، عرفني عن حضرتك. انا علي. علي؟ من وين يا علي؟ انا من بغداد، من زيونه. اهلا وسهلا بك يا علي. ايش قد عمرك؟ انا 18. ما شاء الله. من بين عليك. اكبر. اي يا رب العمر كله يا رب. الله يوفقك. احكي لي علي، انت شنو تسوي بالحياه؟ تدرس؟ طالب؟ تشتغل؟ انا طالب وايضا محارب ابتزاز الكتروني ومطور تطبيقات. ما شاء الله. الله يخليك. انت محارب ابتزاز الكتروني؟ عن طبيعة شغلك يعني. طبيعة شغلي انه هو لازم اوقع المبتز بالفخ عبر التطبيقات اللي اشفرها اني، اللي تكون بلغة الباثيوم. فبعد ما يفتح هاي التطبيقات مباشرة التليفون راح يتفرمت، واذا كان على الايفون حاوصل الى ثغرة انه اقفل الاي كلود مالته على مود نقدر نتخلص من كل الصور اللي موجودة بالتليفون. ذاك الوقت يعني راح تنحل هاي المشكلة. ما شاء الله. طبعا احنا بالاضافه لبرنامجنا والمعلومات الدينيه اللي بيه، احنا هنا يعني اضافت لنا يعني طاقه جديده ومعلومه واضافه جديده للبرنامج، معلومه ايضا تهم اكيد كل المشاهدين، لانه كل المعرضين خصوصا يعني بهاي الفتره الحياه. اي بالضبط، نتعرض وايد لهيك امور. واكثر الامور يعني اللي دا تصير هسه، اللي دا تجيني الحالات اللي بنيه دا تبتز الولد. ها ما شاء يعني الله. يعني صارت الموضوع صار بالعكس الموضوع. صار الموضوع عكس. فيا شبابنا ويا بناتنا، الموضوع ممكن يفيدكم. حاولوا تطلعون وتتعرفون اكثر على هاي الجوانب، ويعني يا رب يستر ويحفظ كل شبابنا. وهم نرجو ونامل، وهاي رساله من برنامجها، انه نحاول ننتبه لهاي الامور، ونحاول ما نوقع نفسنا بالفخ ولا نعرض نفسنا للابتزاز ولا اي شخص. بالضبط. ولا ندس صوره لاي شخص كان يعني. وحاولوا ان حساباتكم تخلونها المصادقه الثنائيه على مود ما حد يقدر يدخل حساباتكم، والايميلات ايضا تخلوها محفوظه، ايميل موحد للحسابات حتى يكون هذا الشيء امين عليكم. وحاولوا باسورداتكم وايميلاتكم لا تنطوها لاي شخص غريب. بالضبط مثل ما قال، انت شنو قلت لي اسمك؟ علي. مثل ما قال علي، هاي بعض المعلومات والنصائح اللي قد تستفادون من عندها، نوه عليها وان شاء الله يعني تفيدكم، والله يحفظكم من كل شر. يا علي، بعد ما انت انطيتنا هاي النبذة والفائدة الكلش حلوة واضافة للبرنامج، حب ناخذ معلوماتك بأسئلة اليوم؟ تمام جاهز؟ اذا مشاهدينا راح نروح احنا وياكم وعلي لأسئلة حلقتنا لهذا اليوم. خلينا نشوف معلوماته بهذا الجانب، جانب قضية الإمام الحسين عليه السلام شلونها ايضا تكون موفقة، ومثل ما عرفتوا السبب. خلينا نشوف هذا من خلال اسئلتنا والاجوبه اللي راح يجاوبها علي. جاهز يا علي؟ اذا علي جاهز، احنا جاهزين. خلينا نسأله للسؤال اللي يقول، سؤال يقول: اين يقع الان المكان الذي دارت عليه معركة الطف؟ إذا مشاهدينا السؤال يقول: أين يقع الآن في الوقت الحالي المكان اللي دارت عليه معركة الطف؟ تمام؟ الخيارات هي بين الضريحين المقدسين، لو قرب ضريح الإمام الحسين، لو قرب ضريح الإمام العباس. لا، دارت قرب مرقد الإمام العباس عليه السلام وبين الضريحين. هي الفكرة وين؟ بين الضريحين. مشاهدينا احنا عندنا الخيارات هي بين الضريح ابو الفضل العباس عليه السلام، لو بين الضريحين، لو قرب ضريح الامام الحسين عليه السلام. بين الضريحين. انت قلت بين الضريحين، والاجابة الصحيحة هي فعلا بين الضريحين. هذا هو المكان اللي دارت عليه معركة الطف. جواب علي كان موفق، يعني عاشت ايدك يا علاوي. حاب اسالك سؤال اخر؟ يلا تمام. تمام جاهز؟ علي متحمس ويانا، واحنا يعني صراحة نريد نستثمر معلوماته ووجوده ويانا، فراح نسأله ايضا سؤال اخر. والسؤال يقول: يا علي، كم كان عمر الامام الحسين عليه السلام عند استشهاده؟ عندنا ايضا خيارات. الخيارات هي 60 سنة، لو 58 سنة، لو 56 سنة. كان اعتقد 56 سنة. ايش قلت؟ اعتقد 56 سنة. 56 سنة. حعيد لك الخيارات. احب اساعدك لو تعتمد على اجابتك. لا، اعتمد على اجابتك. تعتمد على اجابتك؟ مصر يعني؟
اوكي مشاهدينا، بما انه علي اصر على اجابته وقال الاجابه هي 56 سنه، انا اقول له اجابتك للاسف مو صحيحه، لكن عشان قريب من الجواب الاجابه الصحيحه هي 58 سنه كان عمر الامام الحسين عليه السلام عند استشهاده في معركه الطاف. لكن يا علي انت نورتنا واضفت يعني فائده كلش حلوه للبرنامج، وممتنين جدا لمشاركتك. ان شاء الله نكون ضيوف خفيفين الظل عليكم. شكرا. وعلى كادركم الجميل كادر قناه زاغروس، والله يحفظكم جميعا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شنو تحب تقول للبرنامج بنهايه هاي؟ انا اشكر طبعا كادر قناه زاغروس المبدع دائما باطلالاته مثل هيك اشياء مثل هيك مجالات، والداعم الاول للطاقات الشبابيه ان شاء الله. الله يحفظكم جميعا واشكركم، واشكر كادر المصورين، واشكر الست المقدمه ايضا، الله يحفظكم. شكرا جزيلا لك، وان شاء الله لنا لقاء اخر ايضا بقناه زاغروس. وانت نورتنا نورتنا يا علي. شكرا، ممتنين لمشاركتك. مع السلامه. بعد ما شفتوا هذه المشاركات المميزة خلال هذه الحلقة، لهنا نكون وصلنا أنا وياكم مشاهدينا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا مني أنا أسماء وهبة أجمل التحايا وأكيد تحيات كادر البرنامج، وانتظرونا أكيد في حلقات وبرامج جديدة. السلام.